صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث. معادنا مع خامس أفضل دور في 2015 بين بطل العالم الأسبق فيسوانسن أناند أمام البطل المتوهج الفرنسي ماكسيم فاشير في بطولة لندن تشيس كلاسيك 2015 اللي أقيمت بين 10 لاعبين من أفضل لاعبي العالم على رأسهم بطل العالم ماجنوس كارلسون، وهي تلعب بنظام الدوري من دور واحد، وانتهت بفوز ماجنوس كارلسون بالمركز الأول 5.5/9، واشترك معه في نفس المركز الهولندي الطائر أنيس جيري وبطل هذا الفيديو ماكسيم فاشير، ووراءهم الأرميني أرونيان ثم كاروانا ومايكل آدمز وجرايتشيك بنفس الرصيد 4.5/9، ويليهم ناكامورا ثم فيسوانسن آناند، وفي المركز الأخير 2.5/9 بطل العالم الأسبق توبالوف. وفي هذا الدور استغل فاشير خطأ بسيط من آناند لكي ينهي الدور بطريقة بارعة. هيا نرى. الدور ده هنراه بتعليق فاشير، وأناند بدأ بـ E4 C5 الدفاع الصقلي، نايت F3 D6 D4 CD4 نايت D4 نايت F6 نايت C3 A6. دخلنا في تفريع نشدورف في الدفاع الصقلي، بيشوب E2 E5 نايت B3 بيشوب E7 بيشوب E3 بيشوب E6. حتى الآن ده موقف معروف في الدفاع الصقلي، وأناند هنا كمل بنايت D5. الحصان والفيل بيهدفها إلى المربع B6، ولكن بيترك البيدق E4، ولكن هذا البيدق بيدق مسموم. لو حاول الأسود ياخده هيكمل بيشوب B6 طالب الوزير، وبعد كوين C8 بيلعب نايت C7 بشوكة للملك والرخ، ولن يخرج فقط فائزا بالفرق بل ربما برخ كاملة. وبالطبع فاشير لم يأخذ البيدق، ولعب أولا نايت D7 بيحمي المربع B6، ودلوقتي بيهدد البيدق، وأناند لعب كوين D3 بيحمي البيدق كسل C4. الأبيض بيدعم الحصان في موقع المتقدم اللي أصبح عامل هام في موقف الأبيض، والأسود بالطبع لو أخده هياخد بالبيدق، والبيدق أخذ مكان الحصان وهيضايق كثيرا تحركات الأسود اللي أصبح في وضع مزدحم. ولذلك فاشير رد B5 بيحاول يتخلص من بيدق السي اللي بيدعم الحصان، نايت D2 بيحمي البيدق نايت C5. فاشير بدأ ياخد المبادرة على الأبيض وبيهدد الوزير، وأناند قرر أن يتخلص من الحصان ببيشوب تيك C5، لكن دي نقلة سيئة لأن بعد الأخذ أصبحت المربعات السوداء ضعيفة بعد اختفاء الفيل، وكذلك سيطر الأسود تماما على المربع D4 B3 بيشوب D5. الأبيض يستطيع أخذ الفيل بأي من البدائين، لكن لو أخذ ببيدق الإي هتكون نقلة سيئة لأن الأسود هيكمل بE4، نقلة قوية جدا بيهدد الوزير وبيضحي البيدق، والأبيض لا يستطيع أخذ البيدق لأن بعد نايت تيكس E4 كوين تيكس E4 الوزير والملك على نفس العمود، والأسود بيرد بروك E8 والرخ أصبح مع الوزير والملك على نفس العمود، والأبيض هيتعرض لمخاطر. ولذلك ما أخدش ببيدق الإي إنما أخذ ببيدق السي، وأصبح لديه بيدق سالك، لكن الأسود فورا لعب نايت E8 والحصان في طريقه للمربع E6 لعرقلة البيدق،
وبعد التبييت لعب نايت دي 6 ووصلنا الى موقف متساوي بين الطرفين، لكن اناند اخذ المبادره بالنقله اي 4، ودي نقله منطقيه للضغط على جناح الوزير وتاخير تقديم البيادق السوداء. وبشير كمل بيشوب جي 5 وبيهدد ببيشوب تيكس دي 2 كوين تيكس دي 2 والبيدق غير محمي والاسود ياخده طالب الوزير، وكذلك تم اضعاف البيدق دي 5. ولذلك اناند رد بنايت اف 3 بيمنع التهديد وطالب بيدق، وهنا بشير لعب نقله الدور بيشوب اف 4 بيحمي البيدق. وارونيان علق ان الاول وهله تبدو ان هذه النقله نقله بابيه، فلا يوجد احد يحمي البيدق بهذه الطريقه، وخاصه ان الابيض لديه النقله جي 3 ويفوز بالبيدق. لكن بشير اثبت ان هذه النقله نقله جباره، بل ان عدم انتباه اناند لها جعله يشعر بان اناند ليس في احسن حالاته، وروح بشير ارتفعت للسماء. لكن ليه النقله جي 3 نقله سيئه؟ لان الابيض هيترك الفيل ويلعب النقله الحاسمه اف 5، طالب ياخد على المربع اي 4، والابيض لا يستطيع اخذ الفيل، والا اف تيكس اي 4 بشوكه للوزير والحصان، وبعد تراجع الوزير الاسود بياخد طالب الفيل ايضا، وتم فتح العمود جي على الملك، والاسود اصبح في موقف افضل قليلا. بينما لو الابيض اخذ على المربع اف 5 هتكون نقله سيئه ايضا، لان الابيض هيكمل بالنقله الهائله اي 4 بشوكه للوزير والحصان، وبعد تراجع الوزير هياخد الحصان طالب الفيل، والاسود هيخرج فائزا بقطعه. اذا النقله بيشوب اف 4 نقله جيده للغايه رغم انها تبدو نقله سيئه. على اي حال اناند لم يجد اي فرصه للعب في جناح الملك، وكمل اي تيكس بي 5 بيحاول يقوم بهجوم مضاد في جناح الوزير، لكن الاسود عرف طريقه ولعب اف 5 بالتهديدات السابقه نايت دي 2. وهنا افضل نقله للاسود هو الاخذ عن مربع بي 5، لكن بشير فضل يلعب كوين جي 5، وبيقول انه لم يستطع ان يقيم هذه النقله جيدا، ولكن اغفال اناند للنقله بيشوب اف 4 جعله يحس بان اناند ليس في افضل حالاته. النقله دي بتهدد الحصان وبتهدد بكوين اتش 6 طالب مات، واناند كان عنده الرد الكافي بنايت سي 4، والنقلة دي هتعطي الأبيض فرص في الدور، لكنه لم يلعبها ولعب بدلا منها النقلة السيئة روك دي 1 بيحمي الحصان، لكن في نفس الوقت بيترك السيطرة على العمود A للأسود بـ A تيكس بي 5، وتم فتح العمود، والرخ تستطيع الذهاب إما للمربع A 6 أو للمربع A 3 E تيكس F 5 بيخدم مربع A 4 للحصان لمهاجمة الوزير والحصان المعرقل، ويعطي أهمية كبرى لبدء السالك. لكن بشير كان عارف طريقه للفوز بروك إسري، طالب يلعب السي 4 ويهدد الوزير والبيدق مربوط، وأناند كمل في خطته بنايت اي 4 طالب الوزير وطالب الحصان، لكن بشير أهمل هذه التهديدات وكمل سي 4. بالطبع البيدق لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الوزير، والاسود بيهدد بالاخذ ويكله بدقين سالكين في جناح الوزير، ولذلك الوزير لابد ان يغادر. وبعد الدور وجد ان افضل تراجع للمربع بي 1 او للمربع اف 3، وكلمة السر في هذين المربعين ان الوزير هيكون محمي في كلاهما، ولكن اناند يبدو انه كان مشوش وتراجع للمربع سي 2. وبعد هذه النقلة الأبيض هيخسر، لأن الوزير في هذا الموقف غير محمي، وحنعرف أهمية هذه الجملة بعد كوين تيكس اف 5. الحصان أصبح مربوط على الوزير ولا يستطيع الأخذ، وإلا هيترك الوزير بدون حماية. وأناند رد بكوين بي 2 طالب الرخ أمام الحصان، لكن بشير رد بروك تيكس بي 3 طالب الوزير وطالب الحصان، ولابد للأبيض أن يفقد مادة. إذا أخذ الحصان طالب الوزير،
الاسود له الرد التكتيكي بيشوب تيكس اتش 2 تشيك، والملك لو اخد الفيل هيلعب كوين اف 4 تشيك، والملك لازم يتراجع والرخ تاخد الوزير. وحتى لو الابيض دافع بجي 3 الاسود هيكمل كوين اتش 6 تشيك، والملك اجباري يتحرك ويفوز بالوزير ويفوز بالدور. بينما اذا ما خدش الفيل ولعب نقله زي الكينج اتش 1 الاسود هيكمل ببساطه كوين اف 4 طالب النقله الفائزه كوين اتش 4 والمات في الطريق، او ربما ياخد الوزير والاسود هيفوز في كل التفاعلات. اذا اخذ الحصان لا يصلح، واناند كمل يائسا كوين تيكس بي 3 سي تيكس بي 3 نايت تيكس دي 6 والوزير تراجع للجي 6 واصبح البيضة بسري حر الحركة الى مربع الترقية، لكن الابيض مازال بيحتفظ ببيضة سالك ربما يسبب المتاعب للاسود. على اي حال بعد نايت تيكس بي 5 فاشير كمل اي 4، ورغم ان النقلة دي بتكسب الا ان اناند بعد الدور ابلغ فاشير ان كان عنده نقلة اكثر تأثيرا وهي كوين سي 2 طالب الفيل ومهد الطريق للبيضة. على اي حال فاشير ما لعبش كوين سي 2 انما لعب اي 4 والابيض رد بدي 6 بي 2. الاسود له تهديدين خطيرين باي 3 ويهجم عن طريق العمود اف او يلعب البيشوب سي 8 ويرقي في النقله القادمه، لكن انان كان عنده رد رائع بالنقله نايت دي 4. فاشير بيقول انه لم يرى هذه النقله اللي سببت له بعض المتاعب، لكن على اي حال كان عنده الوقت اللازم لانهاء الدور وكمل بالنقلة الجريئة كوين تيكس دي 6. الوزير جاء على نفس العمود مع الرخ واصبح الموقف ملتهب على الرقعة، لان بعد البيشوب سي 4 تشيك كينج اتش 4 اناند لعب نايت اي 6 بيكشف هجوم على الوزير وطالب الرخ وطالب الفيل، لكن هنا فاشير انهى الدور بضربتين تكتيكيتين بيشوب تيكس اتش 2 تشيك كينج اتش 1، ودلوقتي الوزير مطلوب وكذلك الرخ، لكن هنا جاءت النقلة الرائعة اللي انهى بيها فاشير الدور. يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. فاشير لعب النقلة التي ربما لا يراها الكثيرون روك تيكس اف 2. فاشير بيقول ان هذه بالتأكيد ليست النقلة الوحيدة للفوز ولكنها النقلة الاجمل، فجميع القطع السوداء مطلوبة ولكن قطع الابيض ايضا كلها مطلوبة، ولذلك الابيض لا يستطيع التكملة بروك تيكس اف 2 لانه هيترك حماية الرخ، وبعد كوين دي 1 تشيك كينج اتش 2 هيلعب كوين دي 6 مانع الروك اف 8 تشيك، وفي نفس الوقت بيهدد بالملك وبيهدد بالترقية والحيفوز. بينما اذا الابيض اخذ الوزير هنا ممكن الاسود يخطئ ويلعب روك تيكس اف 1 تشيك طالب الترقية ايضا، لكن بعد كينج اتش 2 الاسود لا يستطيع الترقية لان الابيض لديه الرد بروك دي 8 تشيك، ولا يوجد غير التغطية بالرخ والابيض بياخده بتشيك ميت، ولذلك اخذ الرخ لا يصلح. وفاشير لعب ببساطة بيشوب دي 6 ودلوقتي اصبح طالب الرخ وطالب الترقية، وفاجئة الاخذ بالفيل ان الابيض لا يستطيع اخذ الرخ لان المربع اف 8 مسيطر عليه بالفيل والاسود هيرقي ويفوز. اذا الابيض لا يستطيع اخذ الوزير ايضا وكمل بالنقلة نايت جي 5 طالب النايت اف 7 بشوكة للوزير والملك، لكن هنا جاءت الضربة التكتيكية الاروع. يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. فاشير لعب بيشوب جي 3 وهنا اناند سلم، لانه مثلا لو كمل بنايت اف 7 تشيك بشوكة للملك والوزير الاسود هيرد ببساطة روك تيكس اف 7
والرخ ممكن تؤخذ بالفيل او تؤخذ بالرخ. لو الابيض اخذ بالرخ هيتلقى المات بكوين جي 1 تشيك، بيشوب اف 1، كوين اتش 5 تشيك، كينج جي 1، كوين اتش 2 تشيك ميت. بينما لو اخذ بالفيل هيتلقى المات ايضا بكوين اتش 6 تشيك، كينج جي 1، كوين اتش 2 تشيك ميت. اذا الابيض لا يستطيع الكش بالحصان، وهنا بتيجي التفريع الاجمل في الدور. لو اخذ بالرخ الوزير، هنا الاسود هيفوز بروك تيكس اف 1 تشيك، بيشوب تيكس اف 1، بيشوب تيكس دي 6، والنقلة القادمة هيرقي، لان للأسف الفيل لا يصل للمربع دي 3 لمنع الترقية لوجود البيضة. الحقيقة دور من الادوار الرائعة، ورغم ان اناند لعب بقوة لكن خطأ واحد كلفه الدور، وبشير اثبت انه لاعب من الطراز الاول. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.